محبة، علمينا منك يا مريم. أمنا مريم انشر السلام فينا والمحبة، علمينا منك يا مريم. اشفعي فينا فاطلبي من السماء رحمة للبؤساء، وانسي ماضينا خلص الإنسان أنت يا مريم. أمنا مريم انشر السلام فينا والمحبة، علمينا منك يا مريم. فاقبلي منا الرجاء واجعلينا أنقياء، خلص الخطيئة، انقذي الإنسان أنت يا مريم. أمنا مريم انشر السلام فينا والمحبة، علمينا منك يا مريم. أمنا مريم انشر السلام فينا والمحبة، علمينا منك يا مريم. سيادة المطران مار يوسف توما السامي الاحترام، الآباء الكهنة الأفاضل، الأخوات الراهبات الفاضلات، الإخوة الشمامسة الأعزاء، أيها الحفل الكريم، سلام من الله أبا ربنا يسوع المسيح لكم جميعا. نقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا بيننا، أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نصوغ لكم، فنون الشعر ألوانا، أريج فاح من عبق يزيد القلب سلوانا، يهز من طرب ويهدي النفس إيمانا. إنها الفجر الذي يلد الشمس مزدهية بأشعتها وبضرامها المتوهج، إنه نجم البحارة والمنارة المنقطعة النظير، التي ترشد في حلك الليل وسط الأنواء. فيا نجمة البحر، يا عزاءنا الوحيد، نجينا من الصخور، من الرياح ومن الغرق، وساعدينا على بلوغ المرفأ، وأرينا ابنك على حافة الشاطئ. يتفضل الآن الأب صليوة لإلقاء كلمته. مساء الخير. بالبداية رحب براعينا مار يوسف توما راعي الأبرشية جزيل الاحترام لحضوره هالأمسية الأولى
اللي تقدمها جوقة كنيسة مريم العذراء. المثل يقول حبة حبة تصير كبة، المصلاوي يقول حبي حبي تصير كبي، ما إيه. فأكيد ماكو شيء متكامل من البداية. هالشباب اللي اليوم راح يرتلون بالبداية، يعني كنا نقول شلون الأصوات راح تتناغم وراح تنسجم وراح يدوم في شيء، ولكن فعلا التزامهم ومثابرتهم وحضورهم هو اللي جعل أن يكونون فعلا هالنخبة اللي يقدمون هالأمسية الأولى. الأولى هم شاركوا، أعضاء منهم شاركوا في أمسيات أخرى، ولكن اليوم هم المبادرين حتى يقدمون هالأمسية. فإحنا نشجعهم من كل قلبنا ونقف إلى جانبهم، ويريدون رعاية مستمرة، أول شيء من عندنا من الكنيسة، وأيضا من البيت من أهاليهم أيضا، أن يشجعوهم حتى أيضا يجلبوا الآخرين. ولهذا أنا قلت حبة حبة سير كبة، ما ممكن من دون الآخرين أن نشتغل. إحنا كلنا بحاجة إلى الآخرين، إلى الكل. كل واحد له مسؤولية وله موقع وله فاعلية بالعمل، فإحنا حق الواحد كلنا مثل خلية نشتغل. فأقدم يعني مسبقا لهم شكري وتقديري إلى كل الجهود اللي بذلوها، وخاصة ما راح أنسى الأخوات بنات مريم اللي هم التزموا كنيسة مريم العذراء منذ البداية، واللي كانوا مهتمين بالجوقة، كانوا مهتمين بالكنيسة وبالشباب، فلهم الفضل الكبير. فالأخت دميانة اللي تعبت كثير مع هالنخبة من الشباب والشابات اللي خلال فترة كثير قصيرة اللي صارت هالجوقة اللي راح تشوفوها أمامكم. وأيضا ما راح أنسى أتعاب الشماس نظير اللي هو أقدم شماس وأقدم نقول عازف أو مدرب للجوقة. فأبدا يمكن له كل تقديرنا واحترامنا، لأنه فعلا كان يضحي بوقته، كان يضحي بكل التزاماته اللي كان بالدائرة أو غير التزامات، واليوم هو متفرغ منطي ذاته لهالعمل الكنسي اللي فعلا يشكر على ذلك. أنتوا أيضا الحاضرين أشكر حضوركم، لأن فعلا هذا مشجع لأبنائكم اللي راح يعني يرتلون وراح يقومون بهالعمل اللي يفرحكم. إن شاء الله تكونون فعلا سعداء وتقضون هالأوقات معانا بكل فرح وسرور. شكرا جزيلا مرة أخرى. أمسيتنا اليوم تحمل عنوان في مساء الورد يا مريم. حبينا كجوقة مريم عذراء أن نقدم باقة ورد خلال شهر المريمي لأمنا العذراء. دعونا ننظر كلنا لشخص مريم العذراء ونتأمل بهذا المساء، ونقول لها هذا التأمل الصغير: أيتها الممتلئة نعمة، إذ إن روح القدس قد حل عليك وقوة العلي ظللتك، أنت أصل ذرية داود التي ولدت لنا مخلصنا يسوع المسيح وحيد الآب قبل الدهور. أنت يا من دعيت أم الله، فطوباك يا مريم أم الله. سلام لك، سلام لك أيتها المنارة النقية التي حملت مصباح اللاهوت. افرحي يا رجاء خلاص المسكونة، ويا فخر المسكونة كلها. من أجل هذا نحن الآن نرتل مع داود قائلين: قم يا رب إلى راحتك، أنت وتابوت قدسك الذي اخترته، وهو أنت يا مريم.
نجتمع اليوم ملتفين حول أمنا النقية والبارعة الجمال لنكرمها ونعظمها بأجمل هدية، لا وبل أعظم هدية، وهي أصواتنا. جئناكم اليوم فمعكم وفيكم متحدين ومسبحين الخالق. جئناكم لنصلي معكم وفيكم، ومع مرنم المزمور نقول: سبح الرب يا سماء السماوات، سبحوه بالعود والكنارة. نبقى الآن مع ترتيلة في مساء الورد يا مريم. Thank you.
علمتك ماما، حب أصدقائك وتحترم الأكبر منك. حتى آني وبابا اللي بالسما نفتخر بيك ماما. والأهم شيء دائما تصلي الأمنا العذراء واليسوع. وأريد أوصيك فتوصية تبقى ببالك شكت ما تكبر. كل ما تمر باليم كنيسة أو تمثال العذراء توقف يما وتقول لها ساعديني بساعة موتي. زين ماما؟ يلا ابني حبيبي يكبر ويصير بطل ويصير رجال البيت يشتغل البيت. يلا عافية عندي عافية. وبقت الأم تعلم ابنها شلون يكون ولد طيب ومحترم. لذلك تعلم دائما أن يسمع الكلام. كبر الولد وراح المدينة الثانية وهناك اشتغل يا مسؤول بالبلد وتعرف على ناس هواية. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. أهلاً ابني. أهلاً الله يخليك تفضل ابني استريح. شكراً. شنو أخباركم؟ قولي ابني أخباره شنو؟ صار لمدة ما كاتب لي ولا رسالة، بقى بالي يمه. الله يخليك خبرني، أنا هواية قلقت عليه. بس أقول لك هالفترة دا يدز لي فلوس هواية، أنا قلت أكيد مرفعيه بشغله. يا ابني شنو أخباركم احكي لي. زيني الحمد لله. بس يا خالة ما أعرف شو أقول لك. خير ابني شكو قلقتني، صاير بيشي ابني بيشي؟ لا ما بيشي وزين. بس دز لي شهر رسالة. رسالة من ابني. اقريها. ايه راح تعرفين شنو بيها. الله يخليك ابني فرحتني برسالته. ومان عليك اي شيء تحتاجين انا مثل ابنك. وهسه انا لازم. وين ابني استريح بعد وقت. صدقي يا خاله هسه راجع من السفر بعد ما شايف اهلي. طلع بالله يعني باكر يا معين راح اعزك شيء
عاد تبطروني خل احتفل باكر بيه بعدين عاد تبطروني. انا باكر راح اعزم كل اصدقائي. يا اخي ضجنا من القعده، ايش قد صارنا ما عاد لينا احد. اقول له انت ليش بدر لك فد ساعه؟ ليش موت وانت نعسان؟ انت سوي نفسه تغير براسنا. أدري تعبناه بطريق هواية وتعبي، بس هاي وصلنا. يعني أنا أموت على الإعدام، أنا لاحظ نعدم لنا فد 4-5 مليون، بس ما أدري ليش أحس قلبي انكسر عليك. بس غير هاي سوالفك اللي وصلتك إلى هذا اليوم،
ادري ما فكرت بامك هسه ايش صاير بيها. امشي شوف امي امشي امشي. جوعان؟ لا لا ما جوعان. تريد ماي؟ لا لا ولا ماي. تريد تشوف امي؟ لا لا ولا ماي. اسالي اسالي. يلا شوف امنا يلا. عجوبة! عجوبة!